اهلا بيكم. نجم حلقه النهارده هو كابتن طارق مصطفى، نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر السابق في التسعينيات. احترف في سويسرا مع نادي نيوشاتل وفي تركيا مع نادي انقره، وهو صاحب الاهداف المؤثره مع نادي الزمالك ومنتخب مصر. حاز على بطولات كثيره، من اهمهم بطوله افريقيا والسوبر والافرا اسيوي وكاس مصر، ومع منتخب مصر بطوله افريقيا 98، وصاحب هدف النهائي من جمله تكتيكيه في مباراه النهائي مصر وجنوب افريقيا سنه 98، وهو المدير الفني الحالي لنادي البنك الاهلي. كابتن طارق مصطفى، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب يا معتز، وكل سنه وسادة المستمعين طيبين. كوره كوره كوره، عارف ان هيك اكيد غاوي كوره، بس لقيت كتير قوي من لعيب الكوره بيحبوا العربيات، فعايزين نعرف ايه بالنسبه لك حب العربيات وذكرياتك مع العربيات. لا طبعا، احنا يعني انا من زمان وانا بحب العربيات، لان والدي ربنا يديله الصحه كان عنده عربيه زمان، وكنت انا بركب معاه، وكنت نفسي معاه ولا بتاخدها من وراه؟ لا كنت صغير، كان نفسي اخدها من وراه يعني. ملحقتش ملحقتش، وانا مش من نوعيه الاولاد اللي كانوا هاديين، يعني انا دايما من صغري وانا هادي، ما كنتش اتفرجت وشفته بيسوق وبقيت تركب معاه. ازاي الايام دي؟ الايام دي ممكن تقول له سخن العربيه ياخد العربيه يعمل لك مشاكل. كان نوعها ايه العربيه دي؟ والله كانت 28 زمان. دي فاكر لونها طبعا؟ كانت لونها ابيض عشان الزمالك. والدي هو كان زملكاوي برضه ولا لا؟ زمان ما كنت انا وانا صغير، ما كانتش لسه حته الكوره دي، كانت زمالك واهلي. كان عمي الله يرحمه كان زملكاوي كبير جدا جدا، وكان بيحضر ماتشات نادي الزمالك على طول، وانا طلعت زملكاوي من خلال عمي يعني. وركبت ال 128 البيض؟ ركبت مع والدي ال 128. سوقتها بعد قد ايه؟ بص اتعلمت عليها، بص اتعلمت عليها في الاخر، ولكن التعليم اللي كان بالنسبه لي الاساس كان واحد صاحبي هو اللي علمك. هو اللي علمني، وكان عنده عربيه برضو 128. هي 128 كانت سمه بالظبط، كان في مصر بالظبط كده. بعد ال 128 ركبت عربيه ايه؟ انا بقى الحمد لله اما ربنا كرمني شويه جبت عربيه نيسان. يعني من ال 128 رحت نيسان على طول، ما كانش في حاجه في النص؟ لا لا لا، نيسان. وكانت نيسان زمان كانت العربيه كانت ستيشن كده وبيضة، كانت برضو بيضة. برضو بيضة. أبيض. برضو بيضة. كنت بتسوقها كويس؟ كنت بسوقها كويس، لان العربية دي كانت مريحاني جدا، واسعة وكانت موديل، انا كنت فاكر الموديل بتاعها كمان كام وثمانين يعني، كانت لا مش كام وثمانين دي، كانت لان كان الكلام ده في بعد التسعينات، كانت حديثة شوية، كانت حديثة شوية، كانت 2013. ايه ده ما شاء الله. يعني انا اول عربية بالظبط كده، اول عربية جبتها اشتريتها من فلوسك الخاصة، فلوس كانت 2013. كانت 2013 ودي كانت اول عربية بالنسبة لي يعني. كنت بتسوقها كويس؟ كنت بسوقها كويس، لان انا الحمد لله ذكي يعني. انا كنت مش متهور. مش متهور؟ لا لا مش متهور. يعني ما بتكسرش اشارات؟ لا 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 لا، ما بتصورش رادار؟ لا طول عمري ملتزم، وزاد الالتزام اكتر لما طلعت بره احترفت، ولما رحت المغرب وانا بدرب القانون هناك كان ملزم بالظبط كده، فكان لازم بالظبط كده. عندي أسئلة كتير، خلينا نروح فاصل وارجع اكمل مع حضرتك. ولسه مكملين معاكم معاربيتك في رمضان مع كابتن طارق مصطفى، نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر السابق في التسعينيات. حضرتك قلت لي كنت نيسان وكنت بتسوق بالتزام لو غاوي ميكانيكا او بتعرف الميكانيكا ولا بتعرفش في الميكانيكا؟ لا خالص. يعني وقت العربية بتتصرف ازاي؟ بكلم والدي ربنا يديله الصحة. ايه ده؟ وكلم مش حد من اصحابك؟ وكلم يعني بتشيل الوالد الهم؟ والله العظيم والله العظيم تعبوا معايا جدا، ولسه الكلام ده من قريب كمان، وبكلم والدي وبكلم اخويا، يعني بسيب لهم العربية، بقول لهم العربية عطلت في المكان الفلاني او ان انا اجي لكم وهم يتصرفوا، بسيب لهم كل حاجة، وبعد كده باجي بقى والدي ربنا يديله الصحة هو اللي بيقوم بالدور ده يعني. طب بتحب التكنولوجيا؟ بص مش يعني بحب التكنولوجيا، بس في مش على طول. أنا يعني بعد نيسان 2013 رحت ايه جبت ولا؟ لا جبت انا غيرت كذا مرة، وانا مش من نوعية الناس اللي بغير كتير، في ناس بتغير على طول كل سنتين كل سنة كل ثلاث سنين، انا مش من النوعية دي. عندك عشق العربية؟ عندي عشق العربية وبحب العربية يعني فاهم. جبت ساعتها عربية هوندا، كانت هوندا سيفيك، كانت الواطية ديت اللي هي 90. جميل. كانت موديل، كانت موديل 90، كانت عربية كانت برضو بيضة، برضو طبعا بيضة سبحان الله. احمر ازاي يعني؟ بس لا هقول لك كده مع الوقت، هقول لك انا جبت احمر برضو فعلا. محدش قال لك حاجة؟ ازاي لا قالوا 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 وعملت لي مشكلة كبيرة زملكاوي. قالوا كتير، قالوا كتير، قالوا كتير، وربطوها
بان انا رايح النادي الاهلي وربطوها بحاجات كتير، وانا ما كانتش كده خالص، لان دي كانت عربيه اول واحد جابها في مصر كان العبد لله، وكانت عربيه حمر، عربيه حمر بس، بس كانت اللي بعد النيسان كانت هوندا سيفيك 90. بس من 2013 رجعت العربيه 90، ما حسيتش ان في فرق بين الموديلات ما بين هنا وهنا؟ لا خالص، دي عربيه ياباني الهوندا، انا حبيت الهوندا لدرجه ان العربيه دي بالذات كان والدي بيحبها جدا جدا جدا، لما جيت بعتها زعل عليها جدا جدا. اني عربيه نقدر نقول ان هي وش السعد على كابتن طارق مصطفى؟ بص هما والله، بص الهوندا ديت رقم واحد، الهوندا السيفيك. دي اللي زعلان انك بعتها؟ دي او حاسس ان لو رجع بيك الزمن ما كنتش بعتها؟ لا هقول لك اللي زعلان اللي انا بعتها، بس ديت والدي اللي زعل عليها، يعني والدي اللي زعل على العربيه الهوندا السيفيك دي اللي هي موديل 90. بعديها جبت 93 هوندا برضو، بس كانت كحلي. خرجنا بره اللون الاحمر، بره اللون الابيض او الابيض، لسه هنروح للاحمر. فالعربيه الهوندا دي كانت هوندا سيفيك موديل 93، كانت اس اي، انا فاكر العربيه، انا عشان انا بعتز. كانت اوتوماتيك ولا مانيوال؟ اوتوماتيك، عربيه سريعه 130 بالظبط كده. ودي كانت الفرق بينها وبين ال90، ال90 كانت مانوال، مانوال. فقلت بقى اروح للاوتوماتيك، والحمد لله اللي اتعلم على المانوال يسوق اي حاجه. طبعا ده حقيقي، فربنا كرمني وجبتها وقعدت معايا فتره مش كتير، لغايه اما ربنا كرمني بقى دي كانت وشها حلو عليا، ال90 وال93. واخر عربيه معاك دلوقتي ايه؟ بعديها انا جبت بوره حمراء، كانت اول مره تنزل، كانت اسمها بوره اللي هي الفي دبليو، فولكس فاج. فولكس فاج. واخر عربيه دلوقتي راكبها ايه؟ هونداي اكس اكس اي. حلو. كابتن طارق مصطفى نجم نادي الزمالك السابق ونجم منتخب مصر السابق، اتبسطت مع حضرتك وممتن الحديث معاك، شكرا ليك، كل سنه وحضرتك طيب. انا اللي بشكرك جدا، وبرنامج جميل ومختلف عن كل البرامج اللي الواحد راحها، وبشكرك جدا معتز، وكل سنه وكل المستمعين طيبين، اشكرك، رمضان كريم.